السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، أنا حاليا في مخاتشقلة عاصمة داغستان. وليه بقول داغستان ما بقولش داغستان؟ لأن هي بتتقال كده بالروسي، أو ده النطق الروسي بتاعها، وأنا بستسهلها بصراحة كده. داغ يعني جبل، وستان يعني محل أو مكان أو أرض. المهم، فداغستان يعني أرض الجبل أو بلاد الجبل. فداغ هي كلمة من الشعوب التركية القديمة، وشعوب التركية القديمة ما شاء الله يعني لغتها متشعبة، وتلاقي الكلمات بتاعتهم موجودة في لغات أخرى صديقة أو مجاورة أو شعوب أولاد عموما نقدر نقول. فأما تلوني بقول داغستان ما تزعلوا شاول، ممكن أقول داغستان لأن ده أرحم مما حد يقول لك إيه داغستان. داغ الداغ ده حاجة تانية، واحد يقول لك إيه دي يعني العملية دي أو القصة دي تجيب داغي، أو الفلان ده هيجيب داغي، دي حاجة تانية الداغ. لكن داغ داغ، طبعا لو رحت قلت داغ دلوقتي في تركيا اللي هي اصل الكلمه عندهم يعني هيقولك مش فاهمين. هيعمل مش فاهم ده ليه، لان هي الكلمه اصلا عندهم ضاع، تحس انها عين بس شال منها العاء، او تضعيف لحرف الا، فبيقولك ضاع. قولوا ضاع داغستان، ما يقولش داغستان. الغين هتلاقيها هنا موجوده حرف الغين. ايه الزحمة دي؟ ربنا الحمد لله فكت. واضح ان دي منطقة مهمة جدا. ابعد عن الزحمة وغني لها. فهنا واضح انها محطة مهمة. انا قلت يمكن عشان الجامعة، بس الجامعة تحت التجديد هنا اهو، كان جامعة ايه دلوقتي. المهم، النهاردة يوم الجمعة، وان شاء الله رايح صلاة الجمعة، فاضل عليها مثلا ساعة تقريبا ان شاء الله، فعايز اروح بدري شوية النهاردة وربنا كريم. المهم ان انتوا بس ايه، لما تيجوا داغستان ما يبقاش عندك ستيريوتايب كده وافكار وبتاع، تعال اكتشف يعني، ما تسمعش مني او من غيري ويقعد يقول لك مثلا ده هتلاقي كذا ومش هتلاقي كذا. قلت اول حاجه الوحيده اللي مش هتلاقيها، قلت لك يعني هتلاقي مانيتكا مثلا مش موجود، بريكريوستوك، بيتيورشكا، الاشان، كل الكلام ده هتلاقيه مش موجود، هتلاقي سلاسل اخرى، حاجات تانية. بس هي دي الحاجه المينلي اللي حضرتك هتدور عليها، وماجنيت والكلام ده مش هتلاقيه هنا. معلش، هتحس برضو انك انت تقريبا في دوله عربيه، هتحس ان انت في دوله من الخليج مثلا ولا حاجه. نص الناس محجبات والنص التاني لا، او 60% محجبات و40% لا. ده لو هتبص على البنات قوي، هتلاقي الرجاله معظمهم برضو ايه شبهك شويه، او شبه بعض الشعوب العربيه، شبه اخواننا في الاردن، في الشام، في لبنان. في ناس كثيره شبه اللبنانيين او السوريين او الاردنيين او الفلسطينيين او بعض المصريين. فيعني ايه، في اشكال كده ايه شبهنا قوي، واحيانا لبسهم زينا كمان، وفي ناس سمر كمان زينا. فاللي هو هتلاقي في اشكال، مش كلهم طبعا، بس في اشكال زينا. هتلاقي الرجال ملتحين كتير قوي، معظمهم يحفون الشوارب ويطلقون او يعفون اللحى. فالحمد لله على ما يعني ما رزقنا، فمش هتحس بالغربه قوي هنا. دي الحاجات اللي اقدر اقولها لك، بس ايه مينلي كده على او اوفر فيو على البلد. هتلاقي عايز محلات لبس بالهبل، عايز محلات اكل بالهبل، عايز مساجد موجود، عايز حدائق، هم مش كتير قوي الحدائق صراحه يعني. والمدينه مش ضخمه يعني، هتلاقيها من اولها لاخرها تاخدها بالعربيه في 40 30 دقيقه. هتلاقي مطاعم تركيه، هتلاقي محلات ملابس تركيه، هتلاقي اتراك، هتلاقي يعني محلات اسلاميه بتبيع حاجات مستورده من دول عربيه. العطور، هتلاقي محلات عطور كتير ومكتوب عليها باللغة العربية. هتلاقي محلين ثلاثة ولا عشرة مكتوب عليهم برضو ايه باللغة العربية. ريحان.